أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة دارسي مادة الرياضيات، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مدرسة على الهواء. النهاردة إن شاء الله مستمرين في رياضة البحتة، فرع الجبر، أول حلقة في الجبر، مبدأ العد والتباديل والتوافيق. لكن قبل ما نبتدي، هي حلقة مهمة جدا، وخصوصا المسائل الكلاميه اللي فيها عايزين نفهمها بالراحه. وقبل ما نبتدي ان شاء الله، احب ان اتشرف باستاذنا الفاضل الاستاذ شعبان عبد الرازق عمر. اهلا استاذ مصر، اهلا اهلا يا وسهلا، فندم. اهلا استاذ زي ما مصر. نبهت، اللي هي حلقه مسائل كلاميه مميزه، يعني هو عايزين طبعا نفهمها. احنا عارفين اتفضل. ان بقى يعني غالبيه ابنائنا الطلبه او عدد كبير منهم بيعاني من المسائل الكلاميه في مبدا العد، كويس قوي. فاحنا ان شاء الله ربنا يوفقنا كده وهنرتبها، وبقدر الامكان هنجيب مسائل كتير جدا على حكايه مبدا العد ديت. وتاخد بالك وان شاء الله هتطلع من الحلقه مبسوط جدا، وهتبص الدرس سهل مستوعبينه كويس ان جدا شاء الله يا ان فندم، شاء ان الله. شاء الله. اتفضل يا فندم. احنا عارفين ان الجزء ده اصلا بدايته في الصف الثاني الثانوي، فاحنا عندنا اول حاجه مبدا العد اهو، تعريف كده: اذا امكن اجراء عمليه بطرق مختلفه عددها لون واحد، وعمليه ثانيه تليها عمليه ثانيه بطرق مختلفه عددها نون اتنين، وتاليها عملية ثالثة بطرق مختلفة عددها نون ثلاثة. كويس. ففي حاجة اسمها قاعدة الضرب. إذا جه قال لك يمكن إجراء هذه العمليات معا، أي العملية الأولى والثانية ايوه. والثالثة وهكذا، تعرف إنها هنضرب. اللي بعدد طرق العملية الأولى في عدد طرق العملية الثانية في عدد طرق العملية الثالثة. بداية الربط. واو، واو. كويس. إذا كان إجراء إحدى العمليات، أي العملية الأولى أو العملية الثانية أو الثالثة، يبقى بطرق عددها نون واحد زائد زائد، نون اتنين زائد نون تلاتة. يبقى او يعني جمع. يبقى أنا جيت قلت إيه بقى؟ شفت عملتهم أهو. ايوه يا فندم. إذا كان أداة الربط واه بين اختيارين تؤدي إلى استخدام قاعدة الضرب في مبدأ العد. كويس. إذا كان أداة الربط أو بين اختيارين تؤدي إلى استخدام قاعدة الجمع في مبدأ العد. يبقى دي أول حاجة نعرفها. كويس. واه وأو. واه يبقى ضرب. واو أو يبقى جمع. جمع. يعني مثال بسيط جدا، لو عندنا شخص أو طالب عنده 3 قمصان مختلفة الألوان، وفي نفس الوقت عنده 4 بنطلونات مختلفة الألوان، بكم طريقة يلبس قميص مع بنطلون؟ يبقى عدد طرق لبس القميص وعدد طرق في عدد طرق لبس البنطلون، يعني يبقى 3 في 4 يبقى 12 طريقة، يبقى دي واه. تمام كده؟ طيب قبل ما نبتدي، احنا خدتوا العام الماضي اللي هو التباديل. عاوزين نفهم يعني ايه تبديله. معلش انا هبتدي من الاول، كاننا برضو الدرس ما خدناش بالنا منه في سنه ايه تاني. تانية سنه. لو انا عندي مجموعه الارقام 1 و2 و3 و4، عاوز اكون منها اعداد، كل عدد يتكون من رقمين مختلفين، كل عدد يتكون من رقمين مختلفين، معنى يبقى في خانه للاحاد وخانة للعشرات. اللي هكتبه هنا في الخانة عدد مرات شغل الخانة. فخانة الأحاد لها كم فرصة اختيار؟ 4 فرص اختيار. كويس. يعني خانة الأحاد إما تشتغل بالواحد أو الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة، يبقى لها 4 فرص اختيار. أدام قال لك رقمين مختلفين، يبقى هاخد اي رقم من الاربعه، يتبقى كم رقم؟ 3. يبقى خانه العشرات لها 3 فرص اختيار، يبقى 3. يبقى خانه الاحاد تشتغل ب4 طرق والعشرات ب3 طرق، يبقى عدد الطرق كلها يبقى 4 في 3 حسب مبدا العد، يبقى 12 طريقه. كويس قوي. تمام كده؟
لو انت عاوز تجيب الاعداد نفسها، خانه الاحاد هتشتغل اما بالواحد او بالاثنين او بالثلاثه او بالاربعه. العشرات، لو عملت خانه الاحاد بالواحد يبقى العشرات، الشجره البيانيه اثنين او ثلاثه او اربعه، يبقى العدد في الحاله الاولى 21 31 41. احاد عشرات، احاد عشرات، زي ما خدنا الكلام ده في ابتدائي. لو خدت الاحاد اثنين يبقى العشرات 1 و3 و4، يبقى 12 32 42. لو 3، ما هو واحد يقول لي انت عملت كده ليه؟ عشان قال لك رقمين مختلفين. ايوه، فلو خدت الثلاثة يتبقى من الأربع أرقام الباقيين يبقى إما واحد أو اثنين أو أربعة، يطلع العدد 13 23 43. الأربعة بنفس الطريقة يبقى 14 24 34. لو عديت دول يطلع 12 عدد، 12 ترتيبة. ليه قلنا ترتيبة؟ العدد 21 يتكون من رقمين 1 و2، طب ما هو العدد 12 يتكون برضه من نفس العدد الرقمين، شرط الترتيب. لذلك دي بسمناها ايه؟ ترتيبات او تبديلات. يبقى التبديله ترتيبه، يبقى التبديله ترتيبه. وجينا خدنا من اللفظ، من كلمه تبديل، خدنا اللفظ الهام. انا عندي كم رقم؟ 12. لا الاربع ارقام الاولين، اربع ارقام اكتبها فوق، هرتبهم كام؟ 2 2 4 لام 2. يعني ايه 4 لام 2؟ يعني عندي في المثال بتاعنا اربع ارقام هرتبهم 2 2 بدون، طبعا بدون تكرار. اكن زوج مرتب. عشان هنا يعني ما ينفعش حضرتك الزوج المرتب 1 و2 يبقى 2 و1. ما ينفعش، عشان ده عدد ال 21 غير ال 12، ازواج مرتبه قدام عدد. ويبقى في الحاله دي قلنا بتساوي 4 في 3، الناتج بتاع حرف 3. تمام يا فندم. يبقى لما حد يقول لك يعني ايه تباديل، تقول له ترتيبات. يبقى في شرط الترتيب بدون تكرار، ده التبديله. افرض نفس المثال بتاعنا ده كويس، عاوز اكون عدد يتكون من ثلاث ارقام مختلفه، يبقى في خانه بالطريقه بتاعتنا، خانه الاحاد، العشرات، زود المئات. ادي احاد، عشرات، مئات، عشان الكلام ده ممكن استخدمه قدام شويه. الاحاد لها كم فرصه اختيار؟ اربع فرص اختيار. العشرات ثلاثه، هناخد رقم من الاربعه طبعا، بقى كام؟ ثلاثه. يبقى العشرات لها ثلاث فرص اختيار، والمئات لها فرصتين. ولو عاوزين نكتبها بصوت التباديل اقول له كده 4 لام 3، عندي اربع ارقام هرتبهم 3 3 ثلاثي. ويبقى في الحاله دي 4 في 3 في 2 يطلع 24 طريقه. تمام. بصفه عامه بقى، بصفه عامه، لما حد يقول لك مثلا 10 لام 4، يعني ايه 10 لام 4؟ ان انا عندي 10 اشياء هرتبهم 4 4، معناها كده عندي 10 اشياء هرتبهم 4 4، ويبقى اول عامل 10 في 9 في 8 في 7. تمام تمام كده؟ تمام. طيب بنلاحظ ان اخر عامل، لو بصينا حتى هنا كمان، اولا اول عامل في التبديله هو العلم، بنسمي اللي فوق ده اسمه عمل، علم، واللي تحت ده اسمه الدليل. يبقى اللي بنكتبه فوق ده اسمه العلم، اتفاق، وده اسمه ايه؟ الدليل. اول عامل من عوامل عباره عن العلم، عدد العوامل هو الدليل. يبقى دائما ناتج التبديله عوامل متتاليه، اول عامل هو العلم، عدد العوامل هو الدليل. لذلك هنا اهو ناتج التبديل عوامل متتاليه، 10 في 9 في 8 في 7، اول عامل هو العلم،
عدد عدد العوامل. العوامل هو الدليل. بص اخر عامل كده، لو جينا هنا مثلا في المثال ده احنا قلنا 4 لام 2، 4 ناقص 2 كام؟ 2، زود 1 يطلع 3 واخر عامل. اه ده اللي بنيجي نفك بقى. 4 لام 3، 4 ناقص 3 1، زود 1 يبقى كام؟ 2. بص هنا اهو 10 ناقص 4 6، زود زود 1 واحد يبقى سته العامل سبعه. الاخراني. يبقى بصفة عامة بقى نون لام ر، ايوه أول عامل نون، ناقص نون ناقص واحد عامل متتالية، نون ناقص اتنين وهكذا، اخرك نون ناقص ر زائد واحد. تمام تمام كده؟ تمام حيث ر ده أكبر من أو تساوي الواحد وأصغر من النون، ويبقى نون تنتمي لصاد وره ده عدد العوامل. طيب طب اذا كان ره بتساوي صفر، يبقى في الحاله دي نقول له ايه بقى؟ نون لام صفر تطلع بواحد. بواحد. نون لام صفر يعني لما يقول لك 5 لام صفر تقول له بواحد، وهكذا. تمام يا فندم. يبقى فهمنا يعني ايه تباديل؟ يبقى التبديله ترتيبها، وعرفنا ازاي نفك التبديله. يعني مثلا لو قال لك كده نون زائد 2 لام 4، اول عامل نون زائد 2، العامل اللي بعده نون زائد 1، العامل اللي بعده نون، اللي بعده نون بس تمام. اهو ادي عامل 2 3 4 لو طرح اللي فوق ناقص اللي تحت وزود واحد يبقى اه اخر حاجه. اعمل اهو نون زائد 2 ناقص 4 يبقى نون ناقص، زود 1 يبقى نون ناقص 1. تمام. تمام كده؟ ونون تنتمي للاعداد الصحيحه اه موجبه. طبعا. حاجة تانية، ايوه يا فندم. لو انا قلت 5 لام 5 عبارة عن 5 في 4 في 3 في 2 في 1 ويسمى مضروب 5، ونكتبه كده ويكتب مضروب 5، يبقى مضروب 5 عبارة عن عوامل متتالية، جميع الأعداد الصحيحة اللي أصغر من الخمسة. الموجبة ماشي. آه الصحيحة الموجبة طبعًا. ولازم يكون عدد موجب. ماشي يا فندم. لو قلنا 4 لام 4 هتقول له 4 في 3 في 2 في 1. تمام كده؟ أهو. يبقى ده بنسميه إيه بقى؟ مضروب 4. أهو مضروب 4. مثلا 6 لام 6 هيساوي مضروب 6، يبقى 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1. لو قلنا بقى نون لام نون يديك مضروب نون، ونفكه يبقى نون في نون ناقص 1 في نون ناقص 2 في نون ناقص 3 في نقط، اخر حاجه لازم 3 في 2 في في 1 1، لازم 3. ويبقى هنا عدد العوامل نون. يبقى مضروب العدد الصحيح الموجب، مضروب العدد الصحيح الموجب اللي هو نون، يساوي حاصل ضرب جميع الأعداد الصحيحة الموجبة الأصغر من أو تساوي نون. اه على طول كده. لاحظ الآتي يا أستاذ مصري. ايوه يا فندم. إحنا قلنا 6 لام 6 مش بيساوي 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1. طب انا ممكن اكتبها 6 في 5 في 4 في 3 في 2. اه. وتبقى في الحاله دي 6 لام 5. يبقى ده هو ده. اه. يبقى 6 لام 6 هو 6 لام 5. اه وبنستخدمها في المعادلات المهمه دي يا فندم. يعني لو قلنا مضروب نون اقول له نون لام نون او نون لام نون ناقص 1. ده او ده. بس هنا بقى ده عدد عوامل نون، انما ده عدد عوامل نون ناقص واحد. حاسس اللي هو في اخره واحد زي قلته. يعني لما اقول كده هي هي. خمسة لام خمسة هي نفسها خمسة لام أربعة. أربعة. ايوه دي مهمة جدا. يعني اما عدد العوامل خمسة او عدد العوامل كام؟ أربعة. عشان لها قاعدة هبديها انا. ماشي. الحاجات دي لما يكون بقى متساويين. طيب. في بعض الحالات الخاصة أنا عندي مضروب نون بيساوي، أقول له كده
نون مضروب نون ناقص واحد. اه جت منين؟ اقول لك بسيطه جدا. دلوقتي ده مضروب خمسة، هاخد خمسة واحجز الباقي. ما اربعه في تلاته في تلاته يبقى مضروب اربعه. اه يبقى مثلا اقول له كده مضروب ستة، اقول له ستة مضروب خمسة، ستة في خمسة مضروب أربعة، مضروب أربعة. يبقى ممكن أفك المضروب بطريقتين، لو فكيته لآخر عامل لازم ينتهي بالواحد، لو فكيته لعدد معين من العوامل آخر عامل أكبر من اللي جوه بواحد، أكبر من اللي جوه بواحد. يعني ما أقوله كده مضروب نون، أقول له نون في نون ناقص واحد مضروب نون ناقص اتنين، اقول له كده نون في نون ناقص واحد في نون ناقص اتنين في نقط، اقول له نون ناقص ر زائد واحد، اقول له ايه مضروب نون ناقص ر، ده اكبر من اهو ده العامل الاخراني اكبر من اللي جوه بواحد، اللي بره ده نون ناقص ر زائد واحد. أيوه. يبقى اللي جوه مضروب نون ناقص ر. حاجه تانية، نون لام ر ممكن افكه كده، مضروب نون على مضروب نون ناقص ر، مضروب العلم على مضروب العلم ناقص الدليل. تمام. يبقى دي طريقه تانية لفك المضروب، لفك التبديله. تبديله. امتى اعمل ده؟ لو الدليل مجهول او كبير. تمام. ادي بقى مهمه. اه. المجهول لو الدليل ريه. مجهول او أوه. كبير فك بطريقه المضروب. ايه رموز؟ ده ممكن اثبتها. اه رموز او اعداد كبيره. اه. لكن ايه عدد صغير يفكها بالفك بالعوامل. تمام يا فندم. يعني هنا حتى ممكن نثبتها على فكره، ده بسيطه اثباتها. اهو. نون ده فكه، نون في نون ناقص واحد في نون ناقص اتنين في نقط، نون ناقص ر زائد واحد يبقى مضروب نون ناقص ر. ده راح مع ده. ما هو بقى ايه بقى؟ نون في نون ناقص واحد في نون ناقص اتنين في نقط في نون ناقص ر زائد واحد اللي هو نون لام ر. على طول. ده اثباتها. عاوز تثبتها. وبالتالي اقدر استنتج مضروب صفر. اه. ازاي؟ لو انا قلت نون لام نون بيساوي مضروب نون على مضروب نون ناقص نون. نون لام نون بمضروب نون، مضروب نون على مضروب صفر. اه. مضروب نون مع مضروب يبقى مضروب يبقى صفر بواحد. واحد. اهو. وايضا مضروب الواحد واحد. تعالى بقى. اه. حته مهمه الاستاذ مصري قال عليها. لما بقول مضروب صفر هو نفسه مضروب واحد هو واحد. اه. مهم. بمعنى لو مضروب نون بتساوي واحد اما نون بصفر او نون بواحد. مهمة اللي انا هستخدمها في المسألة. بتيجي حتى في الاختيارات. ايوه يا فندم. يعني لو قال لك مضروب نون ناقص اتنين بتساوي واحد. يبقى اما نون ناقص اتنين بتساوي صفر يبقى نون باتنين. او نون ناقص اتنين بتساوي واحد يبقى نون بتلاتة. ده الاحتمال التاني. تمام. ده او ده. عملية سهلة جدا. في حتة برضو في المضروب. لو انت عندك مضروب نون ناقص اربعة. ومضروب أربعة ناقص نون لهم قيم، يبقى لابد أن نون بأربعة على طول. مضروب نون ناقص أربعة ومضروب أربعة ناقص نون أدوم له قيمة، يبقى لازم نون بتساوي أربعة. اه حتى لو بأربعة يبقى في صفر، مضروب صفر بواحد يبقى ليه قيمة. يعني لو قال لك كده قبلك في المسائل مضروب نون ناقص خمسة مضروب خمسة ناقص نون تقول له يبقى نون بخمسة على طول. اه خلي باله من بوكلت ادم لها. تمام تمام كده. تمام. طيب. نيجي مساله برضو على التباديل كده اهو. بكم طريقه يمكن تكوين عدد مكون من رقمين مختلفين من مجموعه الارقام واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة؟ اربعة وخمسة. ممكن اعملها بطريقتين. عدد الارقام الرقمين اهو
يبقى في خانة الأحاد وخانة العشرات. أحاد أهو عشرات. الأحاد له كم فرصة اختيار؟ خمسة. والعشرات بين أساس أربعة. يبقى يديك خمسة في أربعة بعشرين. حلوة. طالب تاني يقولها بأسلوب تاني، يقول لك خمسة لام اتنين. واحد يقول لي انت عملتها خمسة لام اتنين عشان عندي خمس أرقام هرتبهم اتنين اتنين. اتنينات. يبقى فكها بقى خمسة في أربعة يطلع بعشرين. بقى سهلة جدا. حاجة تانية كده. بكم طريقة يمكن تكوين عدد؟ يمكن تكوين بكم عدد. طريقة يمكن تكوين عدد مكون من رقمين أو أكثر؟ على أكثر. من رقمين أو أكثر. أو أكثر. من مجموعة الأرقام واحد واثنين وتلاتة وأربعة. وجميع الأرقام مختلفة. قال لك أنا عاوز أكون عدد كم من الرقمين أو أكثر. هما أنا عندي مجموعة الأرقام كم؟ أربعة. يا إما العدد يتكون من رقمين أو ثلاثة أو أربعة. يبقى يبقى عدد هيبقى طرق تكوين عدد مكون من رقمين مختلفين. اما نعملها بالخانات بتاعتنا او ممكن بقى خلاص بقى انا عندي كم رقم؟ أربعة. يبقى أربعة في ثلاثة. يبقى أربعة لام اتنين يبقى أربعة في ثلاثة يطلع ب 12. او ثلاث ارقام بقى. العدد يتكون من ثلاث ارقام مختلفة يبقى أربعة لام تلاتة. كويس. أربعة في تلاتة في اتنين أربعة وعشرين. أو عدد يتكون من أربع أرقام مختلفة أربعة لام أربعة يبقى أربعة في تلاتة في اتنين في واحد هيطلع أربعة وعشرين. يبقى عدد طرق طرق تكوين عدد مكون من رقمين على الأكثر يبقى تكوين رقمين يبقى 12 أو يبقى زائد بقى 24 أو يبقى زائد يبقى 60 طريقة عددا مختلفا. يبقى دخلنا مبدأ العد في التباديل. لحظة احنا عملنا التباديل هنا ليه؟ عشان في ترتيبات وبدون تكرار. ترتيبات بدون ايه؟ وقالوا ارقام مختلفة. تمام كده؟ طيب نيجي نشوف التوافيق. التوافيق مجموعات يعني مش ازواج مرتبه. ازواج مرتبه تباديل. يعني لو جينا في المثال اللي احنا عملناه الترتيبات دي عايزين نطلع المجموعات. عاوز اكون مجموعات كل مجموعه تتكون من رقمين مختلفين. يطلعوا ستة. رقمين مختلفين. ايوه يا فندم. ونكتبها ازاي بقى؟ اهو اربعه قاف اتنين. اربعه قاف. يعني ايه اربعه قاف اتنين؟ يرمز لعدد المجموعات اللاكي يمكن تكوينها من بين اربع ارقام وكل مجموعه تكون من رقمين مختلفين. طب تعالى نبص هنا. لو خدت المجموعه تكون من واحد واثنين ما خدش اهو ما خدش الاثنين والواحد اشطب دي. ما انا خدت الواحد والاثنين. لو خدت الواحد والثلاثه اشطب الثلاثه والواحد اهو. لو خدت الواحد والاربعه اشطب الاربعه والواحد. لو خدت الاثنين والثلاثة اشطب الثلاثة والاثنين. لو خدت الاثنين واربعة الاربعة
لان ايه؟ تلاته اشطب ده. لو عديت الباقي يطلعوا سته. ست مجموعات. ما هي المجموعه تلاته واتنين، هي اتنين وتلاته. اه. لكن الزوج لا. الزوج لا. ايوه. ما الفرق بين المجموعات والترتيبات، ترتيبات غير المجموعه. يبقى شوف المجموعه ترتيبه بشرط حذف التكرار. لذلك لما بقول كده اربعه قف اتنين عباره عن اربعه لام اتنين على مضروب اتنين. قسمت ليه على مضروب اتنين؟ عشان كل واحده بتتكرر مرتين. فقسمت على مضروب اتنين عشان كده. يبقى اما يقول لك اربعه قف اتنين عباره عن تبديله بس اقسم على التكرار على مضروب اتنين عشان كل واحد بيتكرر كم مره؟ مرتين. والمجموعه واحد وتلاته هي تلاته وواحد. فبناخد حاجه منها. لذلك لو قلنا مثلا اربعه قف تلاته تقول له اربعه لام تلاته على مضروب تلاته. ليه؟ هنا كل مجموعه تتكرر ست مرات. فتطلع كده اربعه لام تلاته على مضروب تلاته. يعني هتطلع كده اربعه في تلاته في اتنين على تلاته في اتنين في واحد، تطلع اربع مجموعات جزئيه. يعني بصفه عامه بقى لما اقول نون قف ر يبقى نون لام ر. اصل في ناس كتير ما بتعرفش ليه بنقسم على مضروب ر. ده بيشيل اللي زي بعضه. ايوه التكرار. اللي هو التكرار المجموعه يعني لما قلنا انا خدت مثال بسيط كده عشان يبان قدامنا. لما اقول مجموعه واحد واتنين زي اتنين وواحد. فهنا الواحد اتكرروا كم مره؟ مرتين. فانا عايز اشيل المكرر. واحده. تمام. يبقى نون قفر بيساوي نون لام ر على المضروب ر. ويبقى تعريف التوفيق ايه؟ هي عدد المجموعات الجزئيه التي يمكن تكوينها من بين بعض الاشياء ماخوذه كلها او بعضها. يعني لو عندي خمس ارقام عاوز اعمل مجموعات جزئيه، يتكون من رقمين يبقى خمسه قاف اتنين، يتكون من ثلاث ارقام يبقى خمسه قاف ثلاثه، اربع ارقام خمسه قاف اربعه، وهكذا كلها او بعضها. تمام. وبالتالي نون قفره احنا قلنا دلوقتي نون قفره نون لام ر على مضروب ر، صح كده؟ اضرب بقى طرفين في وسطين. لا من غير طرفين وسطين. طيب. اول نون لام ر ده عباره عن ايه؟ مضروب نون على مضروب نون ناقص ر وتحت مضروب ر. تمام. يبقى التوفيقه ممكن افكها بطريقتين، اما بالعوامل او بالمضروب زي التبديله. يعني لما يقول لك كده نون زائد اتنين قاف نون ناقص واحد، اروح اعمل له كده مضروب العلم على مضروب الدليل مضروب في الفرق. مضروب العلم ناقص الدليل يبقى ناقص نون زائد واحد، يطلع فوق مضروب نون زائد اتنين على مضروب نون ناقص واحد فمضروب تلاته. عاوز تبسطها بقى شويه، فك المضروب الكبير لغايه ما توصل للايه؟ للصغير. الكبير يتواضع للصغير. تمام كده؟ تمام. يبقى اتعلمت دلوقتي يا استاذ مصر ايه هي التبديله وهي التوفيقه. يبقى التبديله ترتيبه، التوفيقه مجموعه، مفيش تكرار. وازاي تتفك ديت وازاي تتفك دي؟ لاحظ بقى لو قلت نون قف صفر تقول له بواحد، ونون قف نون تقول له بواحد، انما لو قلت نون قف واحد تقول له نون. طبعا حاجات برضو من الحاجات المهمه. تمام كده؟ تمام ماشي. ولو عايز اثبتها اثبتها بالمضاريب في حاجه تانية. ترجع تاني في حاجه تانية. ان نون قاف ر هي نون قاف نون ناقص ر. ده بقى قانون التبسيط. مهم. بنسميه قانون التبسيط. يعني اما يقابلك نون قاف 18 او 20 قاف 18 تقول له 20 قاف 2، ولو عملها هيلاقي الاثنين زي بعض. لو فكيت وفكيت هيطلع لك هنا 20 في 19 على 2 في 1 تطلع ب 190. وبالاله طبعا تقريبا اخواننا الزملاء هتعلموك ازاي تستخدم جهاز التبديله والتوفيقه بالاله. تبديله تعمل شيفت ثانيه على في الفي
تعمل شيفت فيه يديك التبديله ان بي ار، والتوفيقه ان سي ار. تمام. شيفت على انما التوفيق التبديله شيفت فيه. تمام. لو انت عندك اله حاسبه هتبص عاوز تقول مثلا 20 قفا 18 تقول له 20 شيفت على 18. تمام. اللي هي ان سي ار. تمام. وان بي ار يبقى التبديل. ماشي. تمام؟ تمام. ودي حاجه مهمه جدا. لو قال لك نون قف نون ناقص 3 تروح عاملها له نون قف 3 على طول قانون التبسيط. وينفعك هينفعك في المسائل. وبالتالي نون قف 3 ممكن اعملها نون لام 3 على مضروب 3. عشان تفكها. بس هو برضو يعني هنا يا فندم حضرتك كتبت نون قاف نون ناقص 3. ايوه. العلم في نون. ايوه. والدليل في نون. ايوه. يبقى لازم يستخدم التبسيط. التبسيط. طالما نون متكرره. بص طالما ده نون وده نون ناقص 3 زي ما الاستاذ مصر بيقول. نون ونون يعني. يعني ناقص 3. لازم يبسط. قانون التبسيط. وبالتالي تحولها لتبديله. تمام. عشان لما اجيب الناتج احسبها بقى. تمام. نون لام 3 على مضروب 3 يقول لك مثلا نون زائد 1 قاف نون ناقص 2. ابص يبقى نون زائد 1 ده ناقص ده يبقى 3. وبعدين احولها تبديل. احولها تبديل اعملها نون زائد 1 لام 3 على مضروب 3. تمام. لذلك يا استاذ مصري في المسائل لو قابلك مسائل كده وهو في الحاله دي هيساوي عدد كمعادله ويبتدي يطلع قيمه يعني يستحسن. ايوه. ابنائنا لو قال لك نون في نون ناقص 1 في نون ناقص 2 دول ثلاث عوامل متتاليه. نون في نون ناقص 1 في نون اروح كاتبها التبديله نون لام 3 على طول. لو انت عندك ثلاث عوامل متتاليه كده ممكن احولها لتبديله. اول العلم هو اول عامل عددهم كم؟ 1 2 3 ينفعك في البدل 3. حاجه ثانيه نون قفره نون قفه يعني لو عندنا نون قفره بيساوي نون قفه. تمام كده. نون لام ره نون قفره بيساوي نون قفه. اما ره بتساوي ه او ره زائد ه بتساوي نون. يعني ما اقول له كده 20 قاف س ناقص 1 20 قاف 2 س ناقص 2 اما س ناقص 2 بيساوي 2 س ناقص 2 يبقى في الحاله دي يبقى س هتبقى كام؟ 2 س زائد 1 خليها دي زائد 1. اما س زائد 1 بيساوي 2 س ناقص 2 يبقى في الحاله ديت يبقى س بتساوي 3. ده احتمال. او س زائد 1 زائد 2 س ناقص 2 بيساوي 20 يبقى 3 س ناقص 1 بيساوي 20 يبقى 3 س بتساوي 21 يبقى س بتساوي 7. وفي الحالتين س بتساوي 3 وس بتساوي 7 بتحقق المعادله اللي فوق دي. يعني يبقى هنا 20 قف 4 هي نفسها 20 4 2 في 4 ب 8 ناقص 2 يبقى كام؟ 2 في 3 ب 6 يبقى هي 20 قف 4. لو هقطع س ب 3 لو هقطع س ب 7 يبقى ده 20 قف 8 وده هيبقى 20 اللي ب 24 قاف 12. هي. طيب احنا قلنا بقى يبقى لازم نفرق بين التباديل والتوفيق ان التباديل ترتيبات انما التوفيق ايه؟ مجموعات. نشوف بيقول لك ايه؟ مسألة كلامية تانية؟ إذا كان لدينا 10 طلاب وست طالبات بكم طريقة ست طالبات بكم طريقة يمكن تكوين مجموعة؟ واحد مكونة من 3 طلاب وطالبتين. رقم 2 مكونة من 3 طلاب أو طالبتين.
اول ما يقول لك تكوين مجموعه تعرف انها توافق. اه مفيش ترتيب. اما اقول مثلا الطالب علي والطالب محمد، هو محمد وعلي، مش هتفرق، يبقى مجموعه. اول سؤال عدد طرق تكوين مجموعه من ثلاث طلاب وطالبتين وطالبتين، يبقى فيه ثلاث طلاب، هختار من بين كام طالب؟ 10، يبقى 10 قاف 3. الطالبتين من بين كام طالبة؟ من 6. يبقى واء، يبقى فيه ايوه 6 قاف 2، وحطينا فيه عشان واء. 6 قاف 2 تمام. طبعا هتعملها بالآلة، هتبقى دي 120 في 15 هيطلع، هيبقى 0.081 بتهيألي كده. تمام كده؟ تمام يا فندم. طيب السؤال الثاني برضه، عدد طرق تكوين مجموعة مكونة من ثلاث طلاب أو طالبتين. ثلاث طلاب برضو من 10، يبقى 10 قاف 3، أو يبقى زائد 6 قاف 2. 10 قاف 3 ب 120 زائد 6 قاف 2 هيطلع ب 15، يبقى 135 طريقة. يبقى استخدمنا هنا بقى التوفيق ليه؟ عشان مجموعة. تمام كده؟ تمام. نخش بقى في حاجة مهمة جدا. عدد طرق اختيار عينة مع الإحلال أو بدون إحلال. العنوان كده، عدد طرق اختيار عينة مع الإحلال أو بدون إحلال. عند اختيار ره من الاشياء من بين نون من الاشياء، اول حاله اذا كان الاختيار مع الاحلال والترتيب، احلال مع ترتيب، يبقى عدد الطرق نون اسره. انا اقول هو دي قوانين طبعا في مستنتجه بنستنتجها وممكن استنتجها لك. ازاي؟ قال لك عاوزين نجيب عدد طرق اختيار عدد مقام الرقمين من مجموعة الأرقام دي. أول ما يقول لك اختيار عدد مكون تعرف إن فيه هنا ترتيب من مجموعة الأرقام، يبقى خانة الآحاد إما واحد أو اتنين أو ثلاثة. ده الآحاد. طب العشرات؟ واحد واثنين وثلاثة. واحد يقول أنت هتلخبطنا ليه؟ أنت ليه في المثال اللي فات ما خدتش الواحد؟ في إحلال. عشان هنا في تكرار. يعني إحلال يعني ممكن العدد بيتكرر، ما قالكش رقمين مختلفين. يبقى هنا 11 21 31. عشان قال لك من رقمين، ما قالكش رقمين مختلفين، بيسحب ويرجع من الكلام. هنا برضو واحد اتنين تلاتة، يبقى 12 22 32. هنا واحد اتنين تلاتة، 13 23 33. دول تلاتة ودول تلاتة ودول تلاتة، يبقى 9. طبق القانون ده بقى، يبقى عدد الطرق نقص ليه؟ 3 أس 2 يطلع ب9. 3 أس 2 يطلع ب9. فهم الطالب ازاي القانون ده اتعمل؟ حتى لو عملناه بالخانات. ادي الاحاد، ادي العشرات. الاحاد له كان فرصه اختيار 3 والعشرات 3.
ايضا عشان في احلال يعني في تكرار. يعني ليه اللي هختاره هرجعه تاني، هرجعه تاني تمام. احلال ارجاع تكرار معنى واحد، احلال ارجاع تكرار تمام. يبقى ثلاثة في ثلاثة يطلع بتسعة بطريقة مبدأ العد. يبقى أول حالة أهو اختيار مع الإحلال والترتيب، عند ري من الأشياء هختارها من بين نون من الأشياء، يبقى نون أسرة. تمام؟ تمام. طيب حاجة تانية يبقى عاوز أتأني شوية، عند الاختيار مع الإحلال مع التكرار وبدون ترتيب. إحلال ودون ترتيب. إحلال وبدون ترتيب، عدد الطرق نون زائد ره ناقص واحد قاف ره. تمام. واحد يقول لي طب انتوا جبتوها ازاي؟ هقولها لك. هو قانون مستنتج يعني ممكن تطبق القانون على طول، بس هفهمه لك. إحلال بس ما فيش ترتيب. توزيع ثلاث كرات متماثلة على أربع صناديق. كلمة توزيع ثلاث كرات متماثلة على أربع يبقى معنى كده، يبقى التوزيع مع الإحلال وبدون ترتيب. واحد يقول لي طب أنت عرفتها إحلال إزاي؟ عشان كل ممكن كل صندوق أحط فيه كورة أو أكتر. كورة أو أكتر. يبقى هنا يبقى في الحالة دي في إحلال في تكرار. طيب وليه قالك بدون ترتيب؟ عشان قالك أول ما يقابلك كلمة متماثلة تعرف إن في ترتيب. بدون ترتيب، كلمة متماثلة يعني بدون ترتيب، كلمة متماثلة يعني غير متميزة، يعني كور زي بعضها زي بعضها. يبقى ما فيش ترتيب. يبقى كلمة توزيع ثلاث كرات على ثلاث صناديق يبقى قلنا في تكرار. ليه؟ عشان الصندوق ممكن يتحط فيه أكتر من كورة. الصندوق يتحط فيه أكتر من كورة. أهو هكتبها لك أهو، مع الإحلال تعني أنه يمكن وضع أكثر من كرة واحدة في الصندوق، في نفس الصندوق، عشان الطلبة اللي تاخد بالها. بدون ترتيب يعني متماثل، لأن الكرات متماثل متماثلة يعني غير متمايزة. ماشي. استنتج لك عدد الطرق. ممكن نوزع اهو، يبقى عدد طرق، اعمل عدد طرق توزيع كرة واحدة من الكرات الثلاثة على أربع صناديق. تعال الصندوق الأولاني مش هحط فيه كور، هسيبه فاضي، هحط في الصندوق الثاني والثالث والرابع. نيجي هحط في الصندوق الأولاني كورة، الثاني مفيش، الثالث كورة، الرابع كورة. هحط في الصندوق الاولاني كرة والتاني كرة والتالت مفيش وكرة، الرابع الصندوق الاولاني كرة والتاني كرة والتالت كرة والرابع مفيش. لو عديت عدد الطرق دول يطلعوا اربعة. يبقى ممكن التلات كور اوزعهم على ثلاثة بكم طريقة بقى؟ ادي طريقة، ادي اتنين، ادي تلاتة، اربعة، يبقى اربع طرق.
تمام كده؟ ده يبقى ده عدد طرق توزيع كرة واحدة من الكرات الثلاثة على 4 سنتين. طيب مش ممكن اوزع التلات كرات في صندوق واحد؟ اهو يبقى عدد طرق توزيع الثلاث كرات في صندوق واحد. هاجي احط في الصندوق الاولاني التلات كور، التاني والتالت والرابع ما فيش، في الصندوق الاولاني ما فيش، انما التاني في التلات كور والتالت والرابع ما فيش. الاولاني ما فيش والتاني ما فيش والتالت في التلات كور والرابع ما فيش. الاولاني ما فيش والتاني ما فيش والتالت ما فيش والرابع تلات كور، يطلع 4. يبقى لو حطيت في كل صندوق كرة واحدة هيطلع 4 طرق. في كل صندوق 3 كور هيطلع برضو 4 طرق. اهو عملي. انا ما بينها لك بس عشان استنتج لك القانون بس. بعد كده مش هعمل الكلام ده تاني. فاضل بقى ممكن احط كرتين في صندوق وكرة في صندوق. اهو. عدد طرق توزيع كرتين فقط في صندوق واحد، ويتبع ذلك كرة واحدة في الصناديق الثلاثة. تعال الصندوق الاحتمال الاولاني، هحط في الصندوق الاول كرتين والصندوق الثاني كره والثالث والرابع ما فيش. هحط في الصندوق الاولاني كرتين والثاني ما فيش والثالث فيه كره والرابع ما فيش. هحط في الصندوق الاولاني 2 والثاني ما فيش والثالث ما فيش، مش كده؟ ويبقى الرابع فيه. ده احتمال. طيب ممكن احط في الصندوق الثاني كرتين وفي الاولاني كره والثالث والرابع ما فيش. احط في الاولاني ما فيش والثاني كرتين وده كره وده اهو. يعني حتى حطيت في الصندوق الثاني كرتين والثالث كره والرابع ما فيش والاولاني ما فيش. او 2 برضو في الثاني، الثالث ما فيش الرابع فيه. اهو. طيب احتمال نحط في الصندوق الثالث هو الكرتين، الاولاني ما فيش والتاني ما فيه، الاولاني فيه واحده والتاني ما فيش والرابع ما فيش. اهو ده كرتين اهو، ده ما فيش، ده واحد، ده ما فيش. التالت برضو كرتين، ده صفر ده صفر ده واحد. اخر حاجه بقى نحط كرتين في الصندوق الرابع، ده واحد ده صفر ده صفر ما فيش فيه. ده انا عايز بس ايه اقنعك بالكلام اللي احنا عملناه. ادي صفر ده واحد ده صفر، ده ما فيش، ده ما فيش، ده في واحد. لو عديتكم ادي 3 و3 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 يبقى كام؟ 12. يبقى عدد الطرق كلها بقى، عدد الطرق كلها
الطريقه الاولانيه كانوا اربعه، وبعدين او أربعة اربعه او 12 20 هيطلعوا 20. طب نطبق القانون بقى اللي احنا قلناه، احنا هنوزع احلال كام كوره؟ بدون ترتيب، اه هنوزع كورتين، لا ثلاث ثلاث كرات، كور لا ثلاث كرات في اصل اربع مساحه، صناديق. ايوه ثلاث كرات. يبقى ريه بثلاثه ونوم باربعه، اللي هنوزعه يبقى هو ريه، يبقى عندنا نون باربعه وريه بثلاثه. لما نطبق القانون بقى هيبقى نون زائد ريه ناقص واحد قاف ريه، طب اربعه زائد ثلاثه ناقص واحد قاف ثلاثه، هيطلع لك سته قاف ثلاثه، هتفكها تطلع ب 20. المحتوى كله اللي هو اربع سنين ده محتوى كلي باربعه، انا هنوزع خد ثلاثه بالك يبقى احنا ريه هنوزع كام كوره يا استاذ مصري؟ ثلاثه على كام صندوق؟ على اربعه، اللي هنوزعه ده ريه، والمحتوى كلي يبقى اربعه. نون. تمام. وطبعا انا بس انا حبيت لما تيجي تحل حل بالقانون على طول، نون زائد ريه طالما ناقص انت واحد قاف عرفت ريه. ان الكرات هتتوزع ومتماثله، كلمه هتتوزع يبقى ما في، يبقى في تكرار، متماثله يبقى ما بدون فيش ترتيب. ما فيش ترتيب. ايوه خلاص كده تمام. ماشي، يبقى ده تاني حاله. تالت حاله اذا كان الاختيار بدون احلال بدون تكرار مع مراعاة الترتيب، يبقى تبديل على طول. يبقى تباديل. ما تبديل. التباديل هي ترتيبات بدون تكرار، ويبقى عدد طرق نون لام ريه. دي ماشي، زي ما اقول لك ايه، عدد طرق وقوف اربع سيارات في ساحة انتظار بقى 10 اماكن، يبقى عدد الطرق 10 لام 4 على طول. تمام كده؟ ليه؟ انا هوزع، هيبقى فينا ترتيب، سارة اولى سارة تانية كده. خلاص، يبقى 10 لام 4 هيبقى 10 في 9 في 8 في 7، هتطلع 2040. يبقى اذا كان الاختيار بدون احلال يعني بدون تكرار مع مراعاة الترتيب يبقى تبديله. طيب لا ده ولا ده بقى. يبقى هنا عدد طرق وقوف، بدي مثال عليها، اه وقوف اربع سيارات في ساحة انتظار فيها 10 اماكن، يبقى الاربع سيارات هترتبه في 10 اماكن، يعني المكان الاولاني له فرصة اختيار 10 مرات، السيارة الاولى لها فرصة اختيار 10، تانية تسعة. التانية 9، اه زي الاعداد. ايوه يا فندم. ما هيبقى هنا ادي خانة ادي خانة ادي خانة ادي خانة، يبقى السيارة دي السيارة الأولى لها كم فرصة اختيار؟ 10، والتانية ده تسعة، يبقى جنب مكان من شيل مكان. ال10، يبقى ده 9، ده وبعدين 8، تمانية، ده وبعدين 7، يبقى سبعة، تبديلة. اللي هي 10 لما 4. طب إذا كان بقى الاختيار بدون إحلال دون مراعاة الترتيب يبقى توافق. لا ترتيب ولا تكرار. يعني احلال، يعني ما فيش احلال وما فيش ترتيب، يبقى اهو توفيق. عدد طرق اختيار فريق مجموعة، فريق مجموعة، يبقى توافيق على طول اهي، من فريق من 5 اشخاص من بين 12 صخر، ماشي. يبقى عدد الطرق 12 قف 4 12 قف 5 هو فريق يعني مجموعة. 12 قف 5 هيبقى طبعا هيبقى هيطلع 792 لما تفكها. طيب نستأذن حضرتك في فاصل ونستكمل بقية الحلقة الجميلة دي إن شاء الله. فاصل ونستكمل الحلقة إن شاء الله. رجعنا ليكم أعزائنا طلبة طلبات الثانوية العامة، مستمتعين بالحلقة الجبر، المسائل الكلامية
اللي على مبدأ العد والتبديل والتوفيق تابعونا. وخلي بالكم من الالفاظ اللي بيقولها استاذنا الفاضل استاذ شعبان عبد الرازق عمر. اتفضل يا فندم. ممكن نلخص بقى الاربع حالات. عايزين نلخصه بقى اهو. اللي هو عدد طرق اختيار عينه مع الاحلال او بدون احلال اهو. عند اختيار اشياء عددها ر، من بين اشياء عددها ر نون اهو، عملت ادي احلال اللي هو تكرار في ترتيب وبدون ترتيب. لو في ترتيب يبقى نون اسره، لو في ترتيب مع الاحلال برضو يبقى نون زائد ر ناقص واحد قاف ر. مفيش ترتيب بس في احلال. بدون احلال يعني بدون تكرار. في ترتيب وبدون ترتيب برضو. لو ترتيب يبقى تبديل، بدون ترتيب يبقى ايه؟ توفي. ادي الاربع حالات اللي احنا عملناها، اللي احنا استنتجناهم مع بعضنا. تمام. تمام كده؟ تمام يا فندم. نيجي بقى نشوف مسائل على الكلام ده. اختيره ثلاث اشخاص معا من مجموعة مكونة، من مجموعة مكونة من أربع رجال وأربع سيدات، خمس رجال وأربع سيدات. أوجد كم طريقة يمكن اختيار بها الأشخاص الثلاثة، أوجد كم طريقة يمكن اختيار بها الأشخاص الثلاثة في كل من الحالات الآتية. ألف، إذا كان الأشخاص الثلاثة من نفس الجنس. ب، إذا كان الأشخاص الثلاثة اثنين فقط من نفس الجنس. نشوف الحالة الأولانية. الأشخاص الثلاثة من نفس الجنس، يعني هختار عندنا اهو، يبقى عدد الطرق، يعني هختار ثلاث رجال من خمسة، يبقى ثلاث رجال من خمسة، أو سيدتين، ثلاث سيدات من أربعة، أدام نفس الجنس. يبقى الأشخاص الثلاثة إما ثلاث رجال أو ثلاث سيدات. يبقى زائد. يبقى بص بقى، ثلاث رجال من خمسة، يبقى واحد يقول له أنت هتعملها تبديل ولا توفيق؟ أدام هعمل مجموعة يبقى توافيق. يبقى خمسة قاف ثلاثة أو أهو أو أهو، يبقى زائد. أيوة. أربعة قاف ثلاثة. عملها سهلة جدا. طيب، يبقى أربعة قاف ثلاثة زي ما أنت عارف بعشرة، أربعة قاف ثلاثة بأربعة يبقى 14 طريقة. تبه، اذا كان الاشخاص الثلاثه اثنين فقط من نفس الجنس، يبقى عدد الطرق يعني اثنين خمسه رجال، اثنين رجال و سيدة. سيده واحده من ثلاثه، يبقى نعملها بقى ايه؟ اختيار اثنين رجال وسيده، او سيدتين ورجل. تعال نترجم، هختار رجلين من كام؟ يبقى خمسة قاف اتنين، يبقى خمسة قاف اتنين، و في بقى أربعة قاف واحد، أربعة هختار سيدة من أربعة. تمام. أو زائد سيدتين من ثلاثة من أربعة، يبقى أربعة قاف ثلاثة، و في خمسة رجل من كام؟ من خمسة، يبقى خمسة قف واحد، يعني أربعة قف اتنين في خمسة قف واحد. أربعة قف اتنين، أيوة، اختار سيدتين من الأربعة. تمام. أيوة، خمسة قف اتنين زي ما أنت عارف بعشرة، وده في أربعة، زائد أربعة قف اتنين يبقى بستة في خمسة، يبقى أربعين زائد تلاتين يطلع سبعين طريقة. تمام. آدي المسائل الكلامية بسيطة جدا. مسألة تانية برضو من المسائل الكلامية، يدرس طالب في السنة الأولى بإحدى الكليات
الجامعية 8 مواد دراسية لا يحق له الانتقال إلى السنة الثانية إلا إذا نجح في 6 منها على الأقل. إلا إذا نجح في 6 منها على الأقل. فبكم طريقة يمكن بها للطالب أن ينتقل للسنة الثانية؟ يدرس طالب في السنة الأولى بإحدى الكليات الجامعية 8 مواد دراسية ولا يحق له الانتقال إلى السنة الثانية إلا إذا نجح فيما 6 على الأقل. فبكم طريقة يمكن للطالب أن ينتقل للسنة الثانية؟ يبقى عدد الطرق أهو، إما ينجح في 6 مواد 6 مواد أو 7 أو 7 7 مواد أو 8 أو 8 مواد على الأقل، يعني اديله زيادة 6 على الأقل. يعني إما 6 يا 7 يا 8 أو 8 عشان ما كلوش هيختار 6 من كام؟ يبقى 8 في 6 يبقى عندنا 8 قف 6 وحضرتك بتقول أو يبقى زائد يبقى زائد أيوه 8 قف 7 أو 8 قف 8 8 قف 8 8 قف 6 هيطلع كل ده لما تحسبه هيطلع ب 37 طريقة. يبقى أو أهو أيوة. يبقى ده زائد زائد تمام حقيبة بها 12 كرة حمراء و8 كرات بيضاء، اوجد عدد طرق سحب 5 كرات من نفس اللون في كل من الحالات الآتية. تاني سحب كم كرة؟ حقيبة بها 12 كرة حمراء و8 كرات بيضاء، اوجد عدد طرق سحب 5 كرات من نفس اللون في كل من الحالات الآتية. الحالة الأولانية إذا كان السحب مع الإحلال والترتيب لنون السريه، يبقى لنون السريه. يبقى أول حالة اهو عدد الطرق، يبقى القانون هنستخدمه نون السريه اللي هو هيختار 5 كرات حمراء أو لا و مع لا ما هو سحب مع الإحلال، ما اما هيسحب، ما هو ده اوجد على طرق سحب 5 كرات من نفس اللون، اما هيسحب 5 كرات حمراء او 5 كرات بيضاء. يعني 12 اس 5 يا استاذ مصر. ايوه بالراحه ماشي. هو بيقول لك هيسحب 5 كرات من نفس اللون، اما يسحب 5 كرات من ال 12 الحمر او 5 كرات من ال 8 البيض، يبقى زائد بقى او يبقى عندنا هنا 5 كرات حمراء، هما كم كرة حمراء؟ 12، يبقى 12 أس 5 اللي هو القانون نون أس ر تمام أو يبقى زائد هيختار 5 كرات بيضاء من الثمانية، يبقى 8 يبقى 8 أس 5 هيطلع الرقم ده كده 281,600. يبقى القانون هيستخدمه نون اسري اهو. واحد قلت هتعمل نون اسري ليه؟ عشان السحب مع الاحلال والترتيب. طيب ب اذا كان السحب بدون احلال مع الترتيب يبقى ايه؟ نون زائد ر ناقص و بدون احلال وترتيب يبقى تباديل. بدون احلال وترتيب يبقى تباديل يبقى عدد الطرق هيبقى 12 قف 5 او ما الاساس اللي فوق ده او 8 قف 5 حضرتك انت قلت بدون احلال لكن لا بدون احلال يعني بدون تكرار
مع الترتيب. مع الترتيب يبقى تبديل بقى. تبديل. انت كاتب تبديل ولا توفيق خمسة. دي؟ نعم. حضرتك كاتب تبديل ولا توفيق هنا؟ تبديل بجام؟ 12 لام 5. انا لسه شايفك. و8 لام 5. ايوه ده انا بقوله لحضرتك. 12 لام 5. لام 5. ايوه. اذا كان السحب بدون احلال وبدون ترتيب يبقى توفيق على طول. اهو انا جمعت الحالات الاربعه. عدد الطرق. يبقى يختار خمس كرات بدون احلال وبدون ترتيب. يبقى توفيق 12 قاف 5 زائد 8 قاف 5. تمام. هيطلع لك 1072. دال اذا كان السحب مع الاحلال بس بدون ترتيب. يبقى نون زائد ر ناقص 1 كفري. يبقى القله نون زائد ر ناقص 1 كفري. ايوه نون زائد ر ناقص 1 كفري. 12. ايوه. زائد 5 ناقص 1 قاف 5. او زائد 12 8 8 بقى. زائد 5 ناقص 1 قاف 5. تمام. كده انت شملت الاربع حالات. هحسب اللي فوق دول. دي هتطلع 16 قاف 5 زائد 12 قاف 5. هيطلع ب 5160. يبقى جبت الاربع حالات. يبقى احلال وترتيب نون قص ر. احلال وعدم ترتيب يبقى نون زائد ر ناقص 1 قاف ر. مفيش احلال وفي ترتيب يبقى نون لام ر. مفيش الاثنين يبقى نون قاف ر. نون قاف ر. تمام؟ تمام. ايه تاني يا فندم؟ كم طريقه؟ ايوه. اختيار عدد زوجي وعددين فرديين من بين اربع اعداد زوجيه وخمس اعداد فرديه. الف اهو. تمام. بكم طريقه؟ هختار عدد زوجي من بين اربع اعداد زوجيه. و و عددين فرديين من بين اربع اعداد فرديه. يبقى عدد الطرق. تعال هختار عدد زوجي من بين اربع اعداد زوجيه. يبقى 4 قاف 1. و في بقى يبقى في هختار عددين فرديين من الخمسه. من خمسه يبقى 5 قاف 2. 5 قاف 2. دي مساله السنه اللي فاتت اللي جات لكم في الامتحان في الدور الاول 2019. ب كم طريقة يمكن بقى توزيع 8 هدايا بالتساوي على 4 طلاب؟ انت هتدي الواد الاولاني قد ايه؟ عدد الطرق من الثمان هدايا. 8 هدايا بالتساوي. يبقى الطالب الاول هيختار 2 من 8. يبقى 8 قاف 2. يبقى هكتبها لك بالتفصيل اهو. الطالب الاول يختار 2 من 8. يعني 8 و و ويبقى في بقى و الطالب الثاني هيبقى 6 من هيبقى قدامه من 6. هيختار من ال 6 بقى 6 قاف 2. ما خدنا 2 من 8 بقى 6. ايوه. هيختار الطالب الثاني يختار 2 من ال 6. من ال 6. ايوه. و الطالب الثالث 2 من 4. يختار 2 من 4. والطالب الرابع ملوش غير الاثنين من اثنين. اثنين من اثنين. تمام. ترجم بقى. هختار اثنين من ثمانيه يبقى ثمانيه قاف اثنين وفي سته قاف اثنين وفي اربعه قاف اثنين اربعه قاف اثنين وفي اثنين قاف اثنين. تمام. هيطلع دول 2520. كم طريقه يمكن بها توزيع ثلاث جوائز على 10 طلاب؟ ثلاث جوائز على 10 طلاب.
يعني في جائزة أولى، جائزة تانية، جائزة تالتة. يبقى الجائزة الطالب الأول طالب له فرصة اختيار 3 جوائز. يعني الطالب الأولاني ممكن يختار، أدي الجائزة الأولى، الجائزة الأولى هختارها بين مين؟ 3. وهم كم طالب؟ 10. يبقى العشرة لهم 10 فرص اختيار الجائزة الأولى. طب التاني، الجائزة التانية، يبقى 9. ما في طالب خد، ما في طالب من العشرة خد جائزة، التالت هيبقى 8. والطالب التالت يبقى 8. يبقى عدد الطرق هنا تباديل 10 لاب 3 3 عشان في جائزة أولى، جائزة تانية، جائزة تالتة، يعني في ترتيب. ترتيب. أيوة، زي المسألة بتاع المتسابق الأول والتاني والتالت. يعني يدينا 10 أيوة في 9 في 8 يعني 720 طريقة. تمام يا فندم، تمام. طيب، هي فيها ترتيب وما فيهاش تكرار، الشخصية ما بتتكررش، عشان ما في الطالب اللي هياخد خلاص. طبعا. تعال بقى، ايوه يا فندم، برضه كم طريقة يمكن انتخاب لجنتين كل منها تتكون من 3 أشخاص، من 12 شخصا، بحيث لا يدخل شخص في اللجنتين في ذات الوقت. يعني لا يخش اللجنة الأولى ما يخش اللجنة الثانية. كم طريقة يمكن انتخاب لجنتين كل منها تتكون من 3 أشخاص، من 12 شخصا، بحيث لا يدخل شخص في اللجنتين في ذات الوقت؟ يبقى عدد طرق انتخاب اللجنة الأولى يبقى 3 من 12، يبقى 12 × 3. عدد طرق انتخاب اللجنة الثانية، انت كده خدت 3 هيبقى 9 بقى. يبقى 9 × 3. يبقى عدد طرق اختيار اللجنتين ده في ده. اللي هو عدد طرق اختيار اللجنة الأولى و ايوه عدد طرق اختيار اللجنة الثانية. انت سحبت 3 أشخاص من ال 12 هتبقى 9. يبقى 1840. تمام. 1400. تمام تمام. ليه؟ اللجنة الأولى هختار من ال 12 3. بقوا 9. هجنب بقى 3. هيبقى 9. من ال 12 بقى 9. يبقى اللجنة الثانية. تمام. إذا كان لدينا 5 كرات متماثلة وثلاثة صناديق مختلفة، فوجد عدد الطرق التي يمكن بها وضع ال5 كرات في ال3 صناديق. وضع ال5 كرات، يعني هوزع 5 كرات على 3 صناديق. 3 صناديق. ده الحالة الأولانية. خلينا في الحالة الأولانية. الحالة الأولانية كلمة هوزع، احنا قلنا أدام هوزع يبقى في إحلال، يعني الصندوق ممكن يخش 5 أو 3 أو 4 كده، يبقى في إحلال. لكن إنما ما فيش مزاجي بقى أي صندوق. يبقى ما فيش ترتيب عشان متماثلة. تمام. يبقى عدد أولا يبقى نطبق القانون، نون زائد ره ناقص واحد قاف ره. هنخص، هنوزع 5 كرات على 3 صناديق. المحتوى بقى مين؟ الصناديق اللي هتحط جواه يبقى نون، يبقى نون ب3. ايوه. اللي هنوزعه ر ب5 ونون ب3. ايوه، دي مهمه قوي.
المحتوى كله هنا ما عملتيش غير 3 صناديق والكرات في شوف شوف عشان ما نتوهش نفسنا، ايه اللي هتوزعها؟ الكرات الخمسه خمسه يبقى داري والتاني يبقى نوم، والتاني يبقى نوم هو المحتوى الاساسي يعني. يبقى عدد الطرق ثلاثة زائد خمسة ناقص واحد قاف خمسة، خمسة. يبقى سبعة قاف خمسة يبقى 21 طريقة. طب بص بقى التانية، وضع الخمس كرات في 3 صناديق برضو بحيث لا يكون هناك صندوق فارغ. هوزع الخمس كرات على 3 صناديق بشرط مفيش صندوق فارغ. مفيش صندوق فارغ. يبقى الاول هنضع كره كره كره. هيتبقى اتنين، هيتبقى اتنين هما اللي هيتوزعوا على التلاته. تمام كده. يبقى عندنا يبقى رهنا باتنين يا فندم. ايوه يبقى الاول تاني انا بقول لك واخد 5 كور في 3 صناديق بحيث لا يكون هناك صندوقا فارغا. انت شغلت التلاته يبقى هاخد 3 كرات هوزعهم في 3 صناديق شغلناهم خلاص. خلاص ما بقاش حاجه. الكورتين بقى هيتوزعوا على كام؟ 3 صناديق. يبقى عندنا ره باتنين ونون بتلاته واحلال ومفيش ترتيب. ممكن احط كورتين الكورتين في اي صندوقين. ما هنا توزيع كلمه توزيع يبقى في تكرار في احلال وكور متماثله. خلاص يبقى يعني مفيش ترتيب. مفيش ترتيب. يبقى في الحالة التانية هو بقى عدد الطرق نون بتلاتة زائد اتنين ناقص واحد قاف اتنين يبقى 4 قاف 2 يطلع ب6 طرق. تمام تمام حلو المسألة دي. أيوة. نيجي بقى حتة مهمة جدا بقى بتلخبط الطلبة، مسائل الأعداد. كم عدد مكونا من 4 أرقام يمكن تكوينها من مجموعة الأرقام 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 1 و2 و3 و4 و5 5 و6 و7 6 و7. نمرة 1 مع الإحلال، نمرة 2 بدون إحلال. مع الإحلال وبدون إحلال. مع الإحلال يعني في تكرار أهو. مع الإحلال هو العدد مكون من كام رقم؟ 4. يبقى في احاد، عشرات، مئات، احاد الالاف. 4 ارقام. الاحاد هتشغل ب7 طرق عشان انا عندي 7 ارقام والتاني 7 والتالت 7 والرابع 7 اللي هي نون اسري، اللي هو نون اسري يعني 7 أس 4 يطلع ب2401 طريق. أربع أرقام، ما قالكش أرقام مختلفة. تمام؟ تمام. أشوف بقى بدون إحلال يبقى هنا بقى مختلفة. أهو بدون إحلال. يبقى بدون تكرار يعني مختلفة. أحاد، عشرات، مئات، أحاد الألاف. الأحاد لها كم فرصة اختيار؟ 7 بعدين 6 5 4 اللي هي تعتبر 7 لام 4. وانت هترتب بقى عشان مختلفة. 7 في 6 في 5 في 4 طبعا يبقى 7 لام 4 هيبقى 7 في 6 في 5
في 4 هيطلع 840 عددا. ان هي بدون احلال ومعاها ترتيب بالراحة. حاجة تانية إذا كان س مجموعة للأرقام 2 و3 و4 و5 وبفرض عدم السماح بتكرار الرقم، أوجد عدد كل من الأعداد الآتية المكونة من عناصر س. ألف العدد مكون من 3 أرقام بالضبط، أهو ألف أهو طبعا بدون تكرار يعني بدون إحلال، وده عدد يبقى تعرفنا مسألة تباديل، نعملها إما بمبدأ العد أو بالتباديل. لو عملناها أهو يبقى عدد الأعداد أهو آحاد عشرات مئات. الآحاد ده كان فرصة اختيار 4 3 2 أو منكم 4 لام 3 هي نفسها 24 عددا. تمام. طيب ب العدد مكون من 3 أرقام على الأقل، من 3 أرقام يعني إما 3 أرقام أو 4 أرقام أو 4 أهو. العدد مكون من 3 أرقام على الأقل إما 3 أرقام أو 4 أرقام. 4 أرقام 3 أرقام أهو، أو زائد 4 أرقام أهو، طريقة ظريفة جدا. يبقى هنا 4 3 2 هنا 4 3 2 1 4 3 في 2 هيبقى عندنا 24 أو يبقى زائد 24 48 يبقى ده عدد الطرق أو عدد الأعداد، عدد الأعداد أحسن، يبقى 48 عددا. فرق سهل جدا. جيم إذا كان العدد مكون من 3 أرقام على الأكثر. كلمة 3 أرقام على الأكثر انزل، إما 3 أرقام أو رقمين أو رقم. ننزل. العدد مكون من 3 أرقام على الأكثر، على الأكثر إما 3 أرقام أو رقمين أو رقم. 3 أرقام بالطريقة بتاعتنا مبدأ العد، أدي التلات أهو 3 خانات، يبقى هنا 4 3 2 أو رقمين يبقى 4 و3 أو رقم يبقى 4. دول 24 زائد 12 زائد 4 40 يبقى 40. تمام كده؟ تمام. كم عدد مكون من 3 أرقام مختلفة؟ أقل من 400. مختلفة أقل من 400. إحلال ودون إحلال؟ من ما من يا استاذ قال لك ارقام مختلفه يبقى بدون احلال. ادم قال لك ارقام مختلفه بدون احلال، دي اسمها مسائل اعداد بدون الاحلال. مش هقول لك احلال ولا بدون، مش هيقول طبعا انت اللي هتعرف. تمام.
من مجموعة الأرقام 1 و2 و3 و4 و5 بالراحة. أقل من 400. إيه المشكلة؟ أول عدد كم التلاتة أهو، يعني عدد الأعداد. المشكلة في خانة المئات، أقل من 4 يبقى خانة المئات إما تشيل بالواحد أو بالاثنين أو بالتلاتة. يبقى المئات 1 و2 و3. بص يا أستاذ مصري بقى، ده طبعا أحاد، ده عشرات. نملى الأول الخانة اللي فيها مشكلة. نملى الخانة اللي فيها مشكلة. هو لو ما ظبطهاش من هنا مش هتبقى يبقى هنختار هنا 3 أرقام وعايزها أقل من 400. ما هو 1 و2 و3 بس، يبقى خانة المئات الشغل إما بالواحد أو بالاتنين أو يبقى لها 3 فرص اختيار. تمام، هختار واحد من دول، هيتبقى أكمل 5. 4 وبعدين 3. يبقى أما يكون في خانة فيها مشكلة أبتدي بقى المشكلة في خانة المئات، ويبقى الأعداد بقى هيبقى 3 × 4 × 3 هيطلع لك 36 عددا. تاني أبنائنا الطلبة عشان تاخد بالك، قال لك 3 أرقام مختلفة يبقى بدون إحلال خلاص بقى، ما فيش هنا بقى مش هيقول أنت اللي هتعرف. أقل من 400، طب نشوف مجموعة الأرقام 1 و2 و3 و4. طب اقل من 400 يبقى خانة المئات اما تشتغل بالواحد او بالاثنين او بالثلاثة، اللي ما تنفعش الاربعه او ما ينفعش الاربعه يبقى طبع. عدد اكبر من 400 طبعا، ويبقى العشرات وادي الاحاد. ابتدي بالمئات، شغلت مكان له كام فرصه اختيار؟ 3 بس، يبقى اشتغل مكان واحد. تشغل مكان واحد من كام؟ من الخمسه بقى 4 عشرات، شغلنا مكانين يبقى الاحاد 3. تمام، دي مسألة على فكرة في كتاب المدرسة، المسألة دي على فكرة. أوه. إذا كان لدينا الأعداد 1 و2 و3 و4 و5 فبكم طريقة، فوجد كم عددا زوجيا أكبر من 300 وأصغر من 100 ألف، أكبر من 300 وأصغر من 100 ألف يمكن تكون من هذه الأرقام مع الإحلال وبدون إحلال. شوف بقى يا فندم، مع الإحلال وبدون إحلال. دي بتاعت أخت 2017 ومسألة مهمة جدا. مع الإحلال وبدون إحلال. دي بتاعت 2017. ناخد أول واحدة. أيوة. دي في كتاب المدرسة على فكرة. وجت في 2017. إحلال. قال لك كم عددا زوجيا اكبر من 300، يبقى يوم ممكن يكون العدد مكون من 3 أرقام ويكون زوجي، او العدد مكون من 4 أرقام ويكون زوجي، او 5 أرقام او 5 أرقام ويكون زوجي. مع الاحلال دي مفيش فيه مشكله على فكره. ليه؟ اما العدد مكون من كم رقم؟ 3 أرقام وزوجيا، يبقى في خانة للأحاد وخانة للعشرات وخانة للمئات. نملى الخانات اللي فيها مشاكل. الرقم الزوجي بدايته عدد زوجي أو صفر؟ أي عدد زوجي تعرفوا على زوج منين؟ من خانة الأحاد، لإما يكون زوجيا أو صفر. طب تعالى هنا، أنا عندي كم رقم زوجي هنا؟ 2. يبقى عندنا الأرقام الزوجية 2 أو 4.
أو أربع. طيب أكبر من 300، يبقى المفروض خانة المئات إما ثلاثة أو أربعة أو أربعة أو خمسة. خمسة. أهو خانة ده الأرقام الزوجية، ده اللي هتشغل بيها خانة الآحاد. دي مشكلة، نرد بقى على المشكلة التانية اللي هي أكبر. المئات أيوة، يا ثلاثة يا أربعة يا ثلاثة خمسة. لأربعة لخمسة. دي المشكلة التانية دي فيها يبقى مشكلتين. أنا نشتغل بالمشاكل، أيوة نملأ خانات المشاكل. مشكلة عندنا زوجية ومشكلة أكبر من 300. يبقى ده الآحاد، ده المئات. الآحاد له كم فرصة اختيار؟ اتنين. والمئات تلاتة. تمام. إنما العشرات الخمسة، عشان قال لك انت إيه؟ بتاخد وترجع، فالخمسه ما هم هم يا. تمام. يبقى تاني اهو، اذا كان على المقام من ثلاث ارقام وزوجيا، يبقى دي لحد الشغل اما بالاثنين او الاربعه. اول مشكله، المئات اما ثلاثه او اربعه او خمسه، عشان قال لك اكبر اكبر من 300. يبقى خانه المئات اما ثلاثه او اربعه او خمسه. والعشرات عشان بناخد ونرجع، ده محل لنا العشرات الخمسة. بقى. محل لنا الخمس أرقام. تمام. طب اما العدد، او مش كده، العدد مكون من أربعة أرقام ويكون زوجية، ما فيش غير مشكلة في الخانة الأولانية بس، يبقى اتنين خمسة 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 خمسة، خمسة اللي بتاخد وترجع. أو العدد مكون من خمس أرقام هذا آخرنا بقى، ويكون زوجيا. اتنين خمسة تلات أربع، تلات أربع خمسات، اتنين خمسة 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 خمسة. خمسة، يبقى عدد الأعداد بقى الأولاتين، الاتنين في خمسة في تلاتة زائد اتنين خمسة خمسة في خمسة، عشان أو يبقى زائد، أو اتنين خمسة في خمسة في خمسة في خمسة، ده يطلع تلاتين زائد عشرة 250. 250 زائد 1250، اجمعهم بقى صفر تمانية ألف، لا تلاتين، 1530. تمام كده. المطلوب التاني بقى اللي هو بدون مهم أوي. إحلال وبدون تكرار، بالراحة، بدون إحلال، عايزه يعني بدون اللي تكرار. اللي اخده مكتوبوش تاني. نشوف المشاكل اتنين الأول. بدون احلال. هو المشكلة في الاولانية، اما العدد مكون من ثلاث ارقام يبقى المئات، ان ثلاثة او اربعة او خمسة ويكون زوجيا، يبقى الأحاد اتنين وأربعة. تعال اتنين وكام؟ وأربعة. تجزأ هنا بقى. أدي أحاد. أيوة. عشرات مئات. هملة اللي فيه مشاكل. كويس. خد الأحاد اتنين، يبقى هيشتغل بطريقة واحدة. طب المئات تلاتة وأربعة وخمسة، يشتغل بكام طريقة؟ بتلاتة. فاضل مين؟ العشرات.
خط رقم هنا ورقم هنا يبقى هنا ثلاثة. باقي الخمسة عشان ما فيش إحلال. تاني تاني عشان يبقى زوجي يبقى لحد اتنين او اربعة. خدت اما الاثنين، اتنين او اربعة خدت الاتنين. يبقى انت خدت خانة رقم واحد. خدت هيتشغل بيه خانة الاحاد. طب المئات تلاتة واربعة وخمسة يبقى تلاتة. يبقى خدت رقم في الاحاد ورقم في المئات يتبقى اكمل خمسة تلات ارقام بس غير تلات ارقام. العشرات. ماشي. احتمال برضو ايوه الاحاد يكون اربعة. اربعة. طب يبقى المئات ثلاثة وخمسة عشان انت واخد الاربعة. خط الأربعة. يبقى دي طريقة، دي طريقتين، دي ثلاثة. تمام. طبعا دول بتسعة اللي في النص هيبقى ثلاثة. ثلاثة عشان هنا عدا ايوه رقم ايوه خدنا ورقم. رقمين شغلنا مكرونة. وهنا ستة يبقى دول مع بعض 15. تمام. ده انت إذا هي دي كان العدد المشكلة. من كام؟ تلات أرقام. هي دي اللي فيها مشكلة يا فندم. تلات أرقام. جزأتها زي ما احنا قلنا. عشان في عدد مشترك اللي هو الاتنين والأربعة. الاثنين والاربعه، فانت عملت حسبه للاثنين وعملت حسبه للاربعه، ودي حته مهمه. ولما خدنا الاربعه بقى تفضل ثلاثه وخمسه في المئات. يبقى كده شغلنا مكانين، بقى ثلاث اماكن في العشره. تمام. زائد بقى. أو يبقى زائد. العدد مكون من كم رقم؟ أربع أرقام. العدد مكون من أربع أرقام ويكون زوجيا. يبقى في أحاد، عشرات، مئات، أحاد الآلاف. الزوج اتنين، خدت رقم من كام؟ من الخمسة. يبقى ده أربعة وده تلاتة وده اتنين. ما خدت الأحد تشتغل إما بالاتنين أو الأربعة. يبقى خدت الأحد لها فرصتين، هاخد رقم منهم يبقى أكمل خمسة أربعة. أربعة. ما أنا خدت رقم. أيوه. يبقى خدت العشرات تتشغل بأربع طرق، خدت رقم بقى باتنين وبعدين تلاتة وبعدين بعدين اتنين. اتنين. تمام. عشان انا عايز اربع ارقام. طب بقى مختلفة مختلف، بدون عايزين بقى إحلال، يعني الخمس ارقام مختلفة. بقى. يطلع دول كام؟ اتنين في أربعة في تلاتة في ثمانية اتنين. أربعة يطلع وعشرين بكام؟ ثمانية وأربعين. بستة في تمانية وأربعين. أو العدد من الخمس مكون أرقام من خمسة أرقام اتنين. ويكون زوجيا. اهو بنفس الطريقه أحاد بتاعتنا، اتنين. احاد، عشرات، مئات، احاد الالاف، مئات الالاف. زوجي يبقى هنا اتنين، ما فيش غير اتنين. تمام. اربعه، تلاته، اتنين، واحد. واحد. هيطلعوا برضو 48. يبقى عدد الاعداد بقى كلها، يطلع 111. الأول 15 اللي هم التلات أرقام اللي هو كان فيها القابلة، وبعدين 48، وبعدين 8.